تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك بأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الحكومة بكتابة سعر المنتج على العبوات والمنتجات، وذلك لمنع التجار من التلاعب بالأسعار استنادا لارتفاع سعر الدولار. وطلبت الجمعية في صحيفة الدعوة التي حصلت المصري اليوم على نسخة منها، طالبت بإلزام وزارة التموين بتدوين سعر المنتج على العبوات والمنتجات تطبيقا لأحد أحكام قانون حماية المستهلك. دكتور غادة، طبعا الناس كلها مولعة من غلاء الأسعار، تفتكري هل يعني دعوة زي دي ممكن فعلا تقدر يعني زي ما بيقولوا تمسك هؤلاء التجار اللي هم كل يوم بيغلوا المنتجات بسبب موضوع التعويم؟ خلي بالك ان احنا بنتكلم على جمعية قديمة قوي في الموضوع ده، عريقة من ايام مبارك، وهم بينادوا بالموضوع ده على فكرة من ايام مبارك. احنا الغلا ما احناش حديثي العهد بيه يعني، وهم من ايام مبارك وهم بيقولوا لازم السعر يكتب على المنتج وهو خارج من المصنع، زي بالظبط الاكسبايري ديت والبرودكشن وتاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية. بس يمكن ايام مبارك ما كانش فيه الجرأة بتاعت ان الناس تروح، يمكن ثورة يناير ومن بعدها ثورة يونيو جرأت الناس وخلت بقى عندهم الحمية دي على حق المواطن وحق البلد. دعوة زي دي طبعا يعني تحسب ليهم تماما ولازم نحييهم عليها. واتمنى، وهو انا اعرف ان هو الجمعية رفعها بشكل مستعجل كمان، واتمنى ان الحكومه بقى تتضامن معاهم بحيث ان يعني دي خطوه علشان حتى نظبط السوق. يعني مش قادرين، ملناش كلمه على التجار، مش عارفين نظبط حته ان السلعه النهارده بقت عامله زي الدولار، النهارده بسعر وبكره بسعر وبكره بسعر. فعلى الاقل نحكمها زي ما حصل في الموضوع بتاع رفع سعر الادويه، يتحكم بتاريخ زي تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحيه من المنبع بتاع المصنع بتاعه.